أعلنت وزارة الشباب والرياضة نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بالإمارات. ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان على الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين، وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التي تربط دولتين الشقيقتين مصر والإمارات.